منذ بداية أزمة كورونا وهناك مخاوف من نقص بعض السلع الغذائية في مصر، لكن تلك المخاوف ردت عليها الحكومة بأن مخزونها الاستراتيجي يكفي أشهراً عدة، خاصة السلع الأساسية والتموينية في الأسواق. لأكثر من مرة قلتها إن حدد 1.8 مليار دولار في هذا الوقت في 2017 لرفع الاحتياطيات الاستراتيجية، ولو ما كانش في رؤية بعيدة المدى لهذا الموضوع كنا النهاردة مع كل المعوقات اللي بتحصل في العالم ممكن كنا نلاقي زي ما دول كتيرة عندها نقص في كذا أو نقص في كذا. بالنسبة للأرز فإن الحكومة تقول إن لديها احتياطيا داخل مصر أكثر من الاستهلاك المطلوب، إضافة إلى تعاقدات الحكومة التي تصل إلى 4 أشهر، فيما ينتظر أن يبدأ موسم توريد الأرز المحلي منتصف سبتمبر المقبل. وإحنا مستهدفين 3.6 مليون طن السنة دي، وربما يزيد، وعندنا ساعات تخزينية تاخد لغاية 3.9 مليون طن، وبالتالي إن شاء الله نستهدف نصل لهذا الرقم، وده بيساعد على الأمن الغذائي وبيساعد على قلة احتياجنا لاستيراد الأقمام. وتؤكد الحكومة أنها ستشتري القمح المحلي من الفلاحين بأسعار أعلى من العام الماضي رغم انخفاض السعر العالمي، كما سيتم تدعيم احتياطي اللحوم لتغطية الاستهلاك 4 أشهر مقبلة. حركة الأسواق في مصر هذه الأيام تشهد رواجاً استعداداً لشهر رمضان الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، ومخاوف البعض من عدم توافر بعض السلع الغذائية نتيجة أزمة فيروس كورونا قد تتراجع بعد إعلان وزارة التموين أن الاحتياطية الاستراتيجية يكفي شهوراً عدة. آية رادي، سكاي نيوز عربية، القاهرة.